نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة. إذن فهذه الاستعمالات ليست غلطا، لأنها فعلا موجهة لمجموعة، أي للمؤمن وملائكته، وهذا لا يصحح إعادة الضمير دائما بالجمع. لا لا، لأن عافاكم الله والسلام عليكم دعاء للمؤمن وللملائكة. وأما قولنا ذهبتم وقلتم ونحو ذلك فيكون غلطا، لأن الفرد قال ولم تقل الملائكة شيئا، والفرد ذهب ولم تذهب الملائكة، والفرد نام والملائكة لا تنام، والفرد أكل الطعام والملائكة لا تأكل الطعام. قل له نمتوا أكلتوا، ليست الملائكة قد فعلت، إذن يكون كذبا حبيبي. زين، الخطوة الأخرى التي لا تخلو من الأهمية، ومن العيوب المستحكمة في داخل الحوزة وفي خارجها، الجلسة الشريفة في المجلس أو ما يسمى بصدر المجلس، فإنه يقصد من قبل الكثيرين حتى يكون فيه ضيق شديد على الجالسين، ومع ذلك يقولون للداخلين يسع يسع، صلوا على محمد وآل محمد، في حين أنه يدل أيضا كسوابقه على الأنانية والتكبر وتركيز الذات المرجوح أخلاقيا والممقوت أمام الله سبحانه وتعالى. أليس رسول الله أسوة لنا؟ الآن اسمعنا شنو قال، من هو منكم محمد؟ سبحان الله، لو كان قاعد بالصدر كان سأل هالسؤال، احنا غفلة. أليس رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة لنا، وكذلك قادتنا وسادتنا المعصومون؟ إذن فلنسمع الروايات عنهم وعن تواضعهم، فإن كانوا أسوة لنا إذن وجب علينا التواضع وترك العادات التي تركز التكبر والأنانية. ومن الواضح أنه كلما صعد الفرد في درجات الإيمان قل تكبره وزاد تواضعه، حتى يصل إلى درجة لا يرى لذاته أي أهمية وأي وجود، وإنما تحصل مثل هذه العادات نتيجة لنقاط الضعف التي يريد الفرد أن يغطيها ويسترها من نفسه، وهو يعلم أن ذاته الحقيقية ما هي وما فيها من قصور وتقصير، كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يشيلك ويحطك كذا وكذا، وهو كاذب في كل ما قال. صلوا على محمد وعلى. وأما الأخبار فعن أبي سليمان الزاهد عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال، شوفوا، من رضي بدون الشرف من المجلس، أعيدها لو لا، من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم، وهي نص بالاستحباب الأكيد للرضا بدون الشرف من المجلس. ومن ذا الذي لا يطمع بصلاة الله تعالى عليه وملائكته؟ وضعف سندها مجبور بأدلة التسامح بأدلة السنن، وهي صحيحة هذه القاعدة من هذه الناحية وإجماعية. وعن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل، أدنى المجلس قريب الباب، ما يروح يقصد هناك في الكذا والكذا. وعن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه. أقول ومن الواضح أن التواضع ليس للناس بل لله، ومن هنا ورد
من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر على الله أذله الله. صلوا على محمد وآل محمد. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، وهي معتبرة سندا في المشهور، وأنا أؤيد هذا المشهور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، أي دون المجلس الذي يناسبك، زين، وأن تسلم على من تلقى كائنا من كان. مو أنه أنا مثل ذاك اللي يقول ما ملتخ شواربي من دم الأرنب، لا، تواضع له وسلم عليه قربة للعزيز الحكيم، هذا هو. مو تقول أنه يكون أسلم على فرد واحد كشحة، أما الفقير والمتدني لا أسلم عليه. إذن أنت خارج من رحمة الله وداخل في غضب الله. صلوا على محمد وآل محمد. من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقاه، وأن تترك المراء وإن كنت محقا. مو الأنانية أن تدافع عن نفسك وعن آرائك الذي ما معلوم هي صدق أو كذب، لا، تواضع لله واسكت. ولا تحب أن تحمد على التقوى. أنا صمت وأنا صليت صلاة الليل وأنا رحت زيارة الحسين في ليلة الجمعة. اسكت، الله يدري لو ما يدري، طبعا يعلم. فإن كنت عندك أهمية لديه يقبلها منه، وأما أن تورط نفسك بالرياء فتعسل لك. صلوا على محمد وآل محمد. بل ورد المنع أخلاقيا عن تقديم الطاعة والتبجح بها حتى إلى الله سبحانه، حتى إلى الله. لا تقول أنا أطعتك وأنا صليت لك، لا، قدم بس ذنوبك. المعصوم يقول: ليس لي عمل أستحق به الجنة، فكيف أنا وأمثالي من المتدنين الحقراء؟ اعتبروا يا أولي الأبصار، إلى متى أنتم غفلة وملوصين بالذنوب والدنيا الدنية والنفس الأمارة بالسوء؟ إلى متى؟ أشعر حبيبي. صلوا على محمد وآل محمد. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، أكو أعظم من رسول الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة، مو ينطيها الواحد شيخنا سيدنا تعال شد لي اياها، هو يشدها ترفث بوجه ويشدها، ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك، ويجيب دعوة المملوك الى خبز الشعير، لا يحتشم من دعوة المملوك فضلا عن من هو اشرف منه. فهل في الحوزة وغير الحوزة شخص أشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى المراجع، حتى سيد محمد الصدر. وهل في الحوزة شخص يقبل بمثل هذه الأمور التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى المراجع، حتى سيد محمد الصدر. وأنا أقدم ذنوبي أمامكم الآن. هل واحد يقبل أن يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقد الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير؟ فليكن الواحد منا كما ورد: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وعاتبوها قبل أن تعاتبوا، واعلموا أن أمامكم عقبا كأودا، ولا يمر فيها إلا الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العلي العظيم.